اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا ممن يدخل الجنة بلا حساب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. اللهم ولا تجعلنا من أصحاب الشمال، اللهم ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم لا تعاملنا ب
أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل الكرم، أنت أهل الجود، أنت أهل المغفرة، أنت أهل العفو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا يريد الزواج إلا زوجته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا زوجة إلا أصلحتها، ولا أما أو جدة إلا بالصحة والعافية مددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وجهك الكريم، يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم إن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا، اللهم أعظم أجرنا على فراق شهرنا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم لا تجعل تعبنا يذهب هباء منثورا. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية، يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.